الخير لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبق جعلوا رايات خفاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الإخوة والأخوات الطالبات والطلاب في هذه القناة، مرحبا بكم إلى الدرس الثاني من الكتاب الثاني من سلسلة العربية بين يديك. لازلنا في الوحدة الأولى. الوحدة الأولى عنوانها العناية بالصحة. أخذنا في اليوم الماضي الحوار الأول في العسل الشفاء الذي كان بين حازم وعامر، ونشكر جميع الطلاب الذين أرسلوا والطالبات أيضا الذين أرسلوا لنا التدريبات، حلوا التدريبات وقدموا التدريبات للمدرس. اليوم نأتي إلى درس نحوي يأتي ضمن الدرس الأول. كتاب كان آدي أدبان إدي سلوين أدمان أرتيدا، كتاب كلابات العربية بين يديك أيام ولي كجرنا عشر كي أنسوق هذا نيحو كساب سنة في العسل الشفاء. كتاب كان وحو كتاب كهر أو قد وين يعني وحو كهر ليا كتاب كان أول أن انتوس أقادن تيري نحوها مادة نحوها أو أه قواعد اللغة عربية. مركا كتاب كسي آدي آت أفضد أو ونهكسن أي أسود حق القنين دونا إن شاء الله كتاب كلاو إضافي أهنا وانقادن دونا أو نحوها كسابسن بإذن الله تبارك وتعالى. ما أنت درسي أنكوبات وحو كسابسن يهي حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ حروف الجر محيطة. طيب. وحروف الجر وحرم الله ودين عنا كبرنا. الجانب الأول الذي نريد أن نتعلم منه حروف الجر هو جانب المعنى. ما هي المعاني والوظيفة التي يؤديها هذا الحرف؟ لنا شقضة وقبنا يحرف كان. هي معناها لا استعمال. من محل استعماله؟ إلى محل استعماله، في محل استعماله، على محل استعماله، يوحى لمدك ودين عكوبات دين علبات وسامين تنحو أهان أما حق شقلك وكو سامين أيو كلمة دا كدام بيسو كو هدام كو هرأيو حروف الجر هرتو حالي لدا حروف قشو كلمة دا أو هدي أيضا لغتها معناها وسكو خلدامي كرأيو ويكلم ميليسا preposition اسبالي راه دا انجلشكا وميليال أري كلمة دا جملة دو أبي أو باهنتاي أيضا أنا أبكلم ميلينيسو من في إلى على عن بي لي مرك جملة دا وضعته مرمر وحاد عكرت إنه أنا كلمة دا لفهمي جملة دا لفهمي كرن إلا حرف جر كذا لا استعماله. مثلا على سبيل المثال إذا قلت لك خرجت إلى المسجد، وإذا قلت لك خرجت من المسجد ويكل دوين خرجت إلى المسجد وأسكمتك، لكن وحيكو كلا دوين من المسجد هذا هذا خرجت من المسجد مسجد كامر كعكب حضي، لكن هذا هذا خرجت إلى المسجد مسجد كحجي سأيات أو بحضي أو ضلع حضي من إلى إلى بمركة معناها سداء وكلا دوين مرك حروف الجر واحد لنعاس معناها معاني كلا دوين بالله استعمالها وأن أركي دوننا إن شاء الله تعالى لنعكله كلمة دا كدام بيس حروف الجر دائما محي نقطة اسم، دائما محي نقطة اسم لأن جملة دا بحلوك القيبية سان هوري أسوه باراني كلمة دا بحلوك القيبية صدح أما وحو إنو فعل يهي أما اسم ويهي أما حرف ويهي سيدا حروف الجر كوكلا مركا حرف الجر كوحا كوحيقة دائما وامحي بانيري
ماذا يكون اسم يكون أو فعل أو حرف يكون اسم دائما سيداد أركي دونتان إن شاء الله سيداد كهذا إنك غمقته أشعر بآلام لأن آلام واسم الألم في المعدة المعدة واسم وعلوش ذهبت إلى الطبيب واسم الطبيب هذه قارورة من العسل طيب في العسل شفاء لبيع على الكتاب أري كذا ما يمر والبمرك وحونا قنايا عن البيت سيدا أف سيدا داس تسالة إذن كجعت أري كذا ما دائما وحونا قنايا اسم اسم كسجع ويهاص إجسا مركب دين على شق هذا إقبال حاجة جملة ده وانصور شكله شغل أهانا شغل أهانا وحي قبتها اسم كذا ما يهاص إجسا ولذلك تسمى حروف الجر حلو مقعب حروف الجر حلو مقعب حروف الجر لأن حرت الجر أول حتى قانين فربرك مركز سوم ريسين تعليم القراءة والكتابة تعلمتم الكسرة صوما الكسرة ما أنتوا حتقول درسنا إنسان الجر 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 هذا مقصد يا الكسرة هذا مقصد واسق معناه وحاوي لابد ده بحوصلك بعلاقة وضع حروف الجر وحلاقة وضع حروف تا وحاصلك تا الحروف التي تجر الاسم الذي بعده مركز شقده نحو أهانة قبط وحوي شقلك كلمة ده كدام بي وحوصلك دائما ولذلك هل كان أشعر بآلام ويحوصلك أنت مركز حوصلك وحونا غنكرا هل حوصلك أما التنوين حوصلك أما واحد لوي غانو التنوين الكسرة الألم في المعدة ذهبت إلى الطبيب من العسل مركز لسك ما ديه كره أشعر بآلام لما ديه كره الألم في المعدة لما ديه كره في المعدة وين لابد أن تكون إيش مجروح مكسورة بالكسرة يعني إلى الطبيب إلى الطبيب لسك ما ديه كره لأن إلى باكورس حرف الجر باكورس من العسل بلية من العسل لما ديه كره طيب مركز وفيرتو أشعر بآلام الألم في المعدة في ذو حلو استعمالها وح وح كل حجر مثلا أنا في الفصل ذهبت إلى إلى وحلو استعمالها ما يشاء صوت إلى الطبيب مثلا هذه قارورة قارورة لا لا هذه قارورة من العسل وقارورة من العسل قارورة حال إلى هذا وحال إلى هذا من العسل كمدة منه حلو استعمالها وح وح كمدة مثلا أنا وحنا أرض كم إذا أرضي المركز المبارك مثلا من العسل أنا من طالب من طلابي من طلابي بعلى هذا كم إذا أن محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء أو من المرسلين من كم إذا مركز في العسل في ذوي سان خطي هناك سوء لبيع العسل لي وحلو استعماله وح وح إسكاله أمام الكيادة مثلا هذا القلم لفاطمة أو هذا القلم لعلي لي ذوات كنا نسمح أنا سومري ماذا تريد لغرفة الجلوس وأنا سومرت القلم على الكتاب على هذا أيضا حلا استعماله وحواح كرسارا مثلا القلم على الطاولة لعلكم تعرفون الطاولة لأن درسنا كلمة الطاولة نعم الطاولة وميز كواي المسجد بعيد عن البيت عن وحي وحكف هل كاسوك لو يكشا مرك قف وح وكوري قف كلا لشيء ويجشى مثلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير رسول وكسو وري مرك لليه طيب تدريب كان يركع وكش غير سام بإذن الله وحكوا ساب سنة هاي حروف الجر كسل استعماله المدينة بعيدة للبيت ما لليه بعيد حلو استعماله عن سهر وسهر شغني أذهب إلى العمل هاي أدرس 6 حصص اليوم أذهب لش المكتبة الآن استيقظت النوم مبكرا ذهب محمد إلى مكة العمرة مكة تن إن شاء الله رياضة كركو قرن آيات كبو حندونتان بإذن الله تعالى بهذا نكون قد خرجنا من درس حروف الجر أيضا تفاصيل كلا أنا إن شاء الله تعالى مرر كلا أيين سومري دونتا تدريب كاسنا كسر شقية بإذن الله تعالى صفحة نكو حكتو حينو وحيقو فهم المسموع إن شاء الله وحن جروب كصادق دونا نسكا لقد جيسنا يو فهم المسموعة مركا قد جيستيد أو تجروبك كهشيد إن شاء الله أياد وحد سمين دونتا إن أتكش قيسيد سري أول بعد وتقنين فهم المسموع استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صح أو خطأ ثم صح الخطأ دائما أردد وحنكبر رجنايا كتاب كلابات ثم صح الخطأ مركو كلهم هكذا تجينا هالكان الصواب حداد ميل
غلط صرته لابد أن تذكر الصواب صوابك وإن شكتت أيها الأقارب إن شاء الله مركا كان وايدين صدري بإذن الله. هل كان وحين وحق التدريب سعد وجيدان ماذا تقول الطبيبة وماذا يقول المريض أو ماذا تقول المريضة حوار إن عدق السميسة الأقارب ماشا وكلامك مركا أرتقى إنو كوها الله يا الله تلقلي عطاهان وأصدو بكرتان جروبك إن أبو حساء الأقارب مركا هوري الطبيبة هذا الكيدي بالوسية المريضة هذا الكيدي أدق كان محي الوصول إيقا تأري أيضا أمريضة أنت نعم محي تلمركة قبل المريضة ده وإن لما يسترتان إن شاء الله كشغيسان بما تشعرين رأسي بيتري مركة وحي دريميسو ميلك دريميسو هل تناولت الدواء بيتري نعم لما يستر هل أنت بخير الآن نعم لله بخير مركة إنا أنت لما يسترتان أيال إن كرم إن شاء الله تعالى. طيب هل كان إن شاء الله تعالى التدريب الثاني تبادل وصف الصور مع زميلك أرداد قلوب أنت إسكوها لان إن شاء الله تعالى أنت إسكوها شان وحالين كربا إن أتكشي كسان أم حوار كسميسان هيا محي إسليين ماذا يقول الرجل الطبيب وماذا يقول الرجل مثلا إذا أعطيتكم مثال من الصورة الأولى ماذا ترين في الصورة الأولى يا حفصة مثلا أو يا سعدية مركة صاحبتها تجيب عليها وتقول لها ماذا الرجل أنا أرى في الصورة طبيب طيب كويس ورجل مريض ماذا يقول الطبيب وماذا يقول المريض السلام عليكم كيف حالك الطبيب المريض يقول أنا أتكلم عن هذه الصورة سوى كان كوبتناك الله طيب عليكم السلام كيف حالك أشعر بآلام شديدة في المعدة مثلا طيب هل تناولت الدواء هكذا إذن صف هذه الصور ماذا ترى في هذه الصورة؟ ماذا يفعل هذا الرجل؟ إيش يشرب؟ يشرب شيء، ما هذا الشيء؟ الرجل الثاني أيضا يشرب شيء، ما هذا الشيء الذي يشربه؟ طيب الرجل الثالث ماذا ترى فيه؟ لعله شوفي من مرض أو هكذا يعني جالس هكذا ما شاء الله مرتاح وفرحان ومبسوط جدا بارك الله فيكم انت إنك سوشقيسان أيال إنك الرباه بإذن الله تعالى المحل هذا تنوصف الصورك قرى الأهان وأسوق ركرتان بإذن الله تعالى هذا الأهان جروبك وهذا وصول دري كرتان إن أرضي إذا أنت لا كل ما أما يودس أبك إسكره الله أنا إن آدي آدي حنا سنينا أنت اللي وجره فريجاني فسحان بريهان لفريجو كورونا الله نجود بتباديو مسلمين تلاك بتباديو إن إن آد جروب إسك كوشة كيساتان أو حوار كآد بديسان أو ما أرتي أسئلة سويديسان إن شاء الله تعالى هي تدريبات كأنك سوشي كيسان فهم المسموع عن بإذن الله تعالى وحانيدين صدر دونا أدو إله إدمه وحانيدين صدر دونا بإذن الله تبارك وتعالى نسكي لقدر سنعي إن شاء الله تعالى بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا بارك الله فيكم أشكركم جميعا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغة القرآن وخير نبي سقناها